تم قدر لعلك مدار قدر فقط ذكر ترى قدر لعلك مدار قدر فقط ذكر أول قدر هو بنسميه الروت أو الثلاثة القدر الثاني هو السيمبليكا القدر الثالث هو السيمبليكا لين ترى قدر مدار أول قدر هو الروت أو الثلاثة لو أنا عندي روت بالمنظر ده لو أنا عندي روت بالمنظر ده أو عندي ثلاثة بالمنظر ده وعايز أجيب الهيت ترانسفير يعني لو انا فرضت ان انا عندي روت بالمنظر ده والروت ده انا اسخنه من ناحيتي لو انت بتسخن من ناحيتي فهتلاقي تقولش نفس الناس تاني والناحيه التانيه ايه؟ سيتا 2 ومنها اكبر ايه؟ سيتا 1 اكبر من سيتا 2 لو جيت حضرتك هيحصل هيت ترانسفير من سيتا 1 لسيتا 2 وتلاقي المادة السودا دي بالكونكشن لو انا حبيت اجيب الهيت ترانسفير ريت فبلاقي ان الدي كيو واي دي ايكوال سيتا 1 من سيتا 2 على ال على كيف ايه؟ عايز نفكر يعني ايه الدي كيو دي؟ يعني ايه الدي كيو دي؟ الدي كيو دي يعني هيت ترانسفير ريت يعني ايه هيت ترانسفير ريت؟ يعني كان مشحون الهيت هيخش في الثانيه او كان مشحون الهيت هيخرج في الثانيه الواحده. احنا اتفقنا انا كل شغلي في الحاله الايه؟ الثابته اللي هو ستيدي ستيت وبالتالي بنشوف الستيدي ستيت ان الدي كيو دي بقى ثابته. يعني ايه الدي كيو دي ثابته؟ يعني لما ادخل هنا 100 جول في الثانيه يخرج الناحيه الثانيه كام؟ 100 جول في الثانيه. فالدي كيو واي دي بتديك كام جول حراره كام جول هيت هيخش في الثانيه او كام جول هيت هيخرج في الثانيه. بجيبه زي قال لك هو سته كبيره وما نستاش غيرها. ما تحفظش بقى واحد من ستين عشان ساعات في الشتاء انا مش عامل الحاجات الخافته دي انا في الحر مش عامل كده يعني بس في الشتاء بتاعتي ايه؟ يغير لك يسمي لك الكبيره سته فوق والصغيره سته ورا انا ما بفرجش نفسي انا بحافظ ان الدي كيو واي دي هي التمبريتشر الكبيره ماينس التمبريتشر الصغيره، ستة كبيرة ماينس ستة صغيرة. على ان على كيف انت مين اللي دي ربع على مين اللي دي؟ اللينس. دول اللي غلط. الوالي بيشتغل غلط. ستيل هي المسافة بين ستة وستة. لو ستة وستة اول اجي وستة وستة اخر اجي يبقى هي طول. لكن لو انا كنت مديك في الامتحان التمبريتشر هنا والتمبريتشر هنا وهنا فزاد انا اخد طول ده مين؟ هو اللي بعد كده هرجع ايوه انا شفت احمد صح اللي جنبك ايوه انت معايا مين اللي بقى من ايه ايه اللي هي المسافه بين سيتا وان ايه وسيتا تو وليس سيتا وان مش طول قضيتها ايه اللي المسافه الثانيه مش طول ايه ولكن لو ترمي الكوندكتيفيتي كوفيشنت ترمي الكوندكتيفيتي كوفيشنت لو معامل تفصيل حراري وده بيعتمد على الماده اللي هي الصدمه يعني كل ماده ليها كيف تهدم وايه هي البرفكتيكال اريا ايه هي البرفكتيكال اريا مساحه عمليه يعني هنا الحاره ماشيه كده لما تكون الحاره ماشيه كده في الاتجاه فين العمود فين العمود ده العمود فبتاخد الدايره دي السيركل دي الدايره دي الدايره دي هي دي المساحه الايه العموديه عند قطعه طب ركز معايا لو انا عندي فلات وورد بالمنظر ده لو عندي فلات وورد بالمنظر ده مسخن من الجنب ده مسخن من الجنب ده فالجنب ده كله خلي بالك الجنب ده كله على التمبريشر بتاعته ايه؟ خلي بالك سيتا 1 الجنب ده كله كل الجنب ده التمبريشر بتاعته سيتا 1 والجنب التاني ده كله الجنب التاني ده كله التمبريشر بتاعته هتبقى ايه؟ سيتا 2 والحراره فين شلنا منها؟ من سيتا 1 لسيتا 2 جوه الماده السوداء دي بالكونتاكشن خلي بالك الفلات 1 زي مين؟ زي الحته دي الحته دي طلع عليها ايه؟ فلات 1 السبوره دي اللي طلع عليها ايه؟ فلات 1 اي حاجه الهدف بتاع ايه؟ فلات 1 فلو مسخن من الجنب ده فالحراره تنتقل من الجنب ده للجنب ده جوه الماده السوداء بالكونتاكشن لو انا حبيت اجيب الهيت ترانسفيرنت بستخدم نفس القانون ان الدي كيو واي دي بتساوي ستة وان ماينس تيتو على ايه اللي على كيف ايه؟ طب مين تيتا باخد التمبريتشر الكبيرة ماينس التمبريتشر الصغيرة طب مين ايه اللي انا بسيفا اللي منه؟ الكيو بتساوي الكوندكتيفيتي كوفيشنت وليه اللي هي بتاخد المساحة العملية طب ازاي بتجيب المساحة العملية؟ الحرارة ماشية كده الحرارة ماشية في الاتجاه فين العملية بتاخد المساحة هي المساحة ايه؟ العمودية على انتقال الحرارة صعب الكلام ده؟ طب هسأل سؤال لو انا كنت بسخن ده لو كنت بسخن ده من تحت لو انا بسخن من تحت لو انا بسخن من تحت هيبقى الجدار كله الجدار كله من تحت سيتا 1 والجدار كله من فوق سيتا 2 والحاجه تمشي منين لمنين لمنين من تحت لفوق من تحت لفوق ده مش في الاتجاه من تحت لفوق بالكونتاكشن لو حبيت اجيب الدي كيو دي هستخدم القانون ده هتاخد سيتا اللي تحت اللي كبيره ماينس سيتا 4 الصغيره ايه اللي هي المسافه بينهم؟ ايه اللي هي المسافه دي؟ ايه اللي هي المسافه بين سيتا 1 وايه؟ وسيتا 2 والاريا هي اللي بتاخد الاريا اللي بتاخد المساحه دي ايه؟ ما الحاره مش كده؟ بتاخد المساحه دي هي دي
مساحه عموديه على التغير صار الكلام ده. ممكن الكيف دي تروح اكيد دي تروح فين؟ اكيد دي تروح فين؟ فين في المنزل ده كلام كتير صار ولا مو؟ واحد يقول لي بصراحه هو انا لما اجي اجيب الجيك يوتي استخدم القوانين دي ولا استخدم القانون فريش؟ انا عايز اقول لك ان القوانين دي اساسا مستنتجه من قانون فريش. طب لو سمحت ليه ما بجيبش الجي كيو داي دي باستخدام قانون فريم؟ ليه ما بجيبش من قانون فريم؟ طب شويش هو قانون فريم هو ايه؟ قانون فريم هو ايه؟ الجي كيو داي دي بيساوي تان كي اي دي سيتا باي اكس. ليه ما بستخدمش القانون ده؟ قال لك القانون ده فيه مشكله. ايه المشكله؟ قال لك ان هو فيه دريفيتيف، فيه اشتقاق، فيه تفاضل، فيه دريفيتيف. فده في صيغه تفاضليه، فيه اشتقاق. فمش عارف استخدمه. فعشان كده ما بستخدموش. بص هو في الرد او الفلات وين ما فيهوش مشكله. لو انت ركزت هتلاقي الكلام ده هو زي ده تقريبا. اصل في الرد او الفلات وين ما فيش مشكله. طب لو سمحت اشمعنى في الرد او الفلات وين ما فيش مشكله؟ قال لك عشان احنا كنا عارفين المره اللي فاتت ان في حاله الرد او الفلات وين الديسيتا باي دي اكس ثابته. في حاله الرد او الفلات وين الديسيتا باي دي اكس لو تمبريتشر جريدينت ثابته. ففي حالة الرد او الفلات وول اقدر افك القانون ده بسهوله. اللي انا بقول ايه؟ سيتا 1 مع سيتا 2 مع المسافه اللي من ال واضيع السالب ديت اللي كنت بحط سالب عشان تغير السالب ديت. فلو بصيت في القانون ده هتلاقي ده. يبقى الاثنين واحد ولا مش واحد؟ واحد. في حالة الرد او الفلات ايه؟ وول. طب انا لما اجي احسب الديكيو دي انا كنت احسب الديكيو دي انسى قانون فري ما تسلموش. طب هو غلط؟ لا مش غلط. بس ايه مشكلته؟ ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو في دريفيتيف، في اشتقاق، في سيتا، في سيتا باي دي اكس، مش هتعرف تجيبها في الانتجرال اللي بعد كده. في الرد والفلات وول ما فيهاش مشكله، عشان هي اساسا ايه؟ ثابته في الرد والفلات وول فما فيش مشكله خالص. خلاصه الكلام، خلاصه الكلام، انت انسى قانون ايه؟ فريم، ونبدا نشتغل بايه؟ بالقوانين دي في حل المسائل. طب ايه القدر التاني؟ قال لك القدر التاني هو السنتريكال وول. طب لو سمحت، ايه هو السنتريكال وول دوت؟ عارف ماسوره الميه؟ عارف ماسوره الميه؟ الماسوره دي شكلها ميه. مش ماسوره الميه عباره عن اسطوانه ولا مش اسطوانه؟ اسطوانه. والاسطوانه دي مش ليها سلك، مش ليها نكلس، هو ده السنتريكال وول. يبقى السنتريكال وول هو ماسوره الميه. يبقى انت بتدرس ليه السنتريكال وول؟ عشان لما ربنا يكرمك وتخش بقى في قسم ميكانيكا ولا في اقسام ثانيه هتشتغل في ماسور الميه، فتكون عارف ازاي الحراره بتنتقل في ماسور الميه. فماسوره الميه مفروض المايه ده بيعتبر بغير ستون. طب لو سمحت ايه هو السنتريكال وول ده؟ السنتريكال وول ده عباره عن ستون زي المسطره دي موجوده فيها تبريف، فيها تبريف، فيها تبريف بالمنظر ده. ده التبريف بتاعه، ده تبريف، ده تبريف. الحته دي، الحته دي هنا، هنا اهو، هنا اهو، مفيش حاجه. الماده الصلبه بتاعتك موجوده فين؟ ده ركز معايا. انا عندي هنا دور صوره بالمنظر ده كده، السوك بتاعك اللي هو الشويه ده هو ده الايه؟ الماده الصلبه، هو ده السوك. طب ركز معايا ازاي بكون بسخن؟ قال لك بتسخن حاجه من الاثنين، يا اما تكون بتسخن الجدار من جوه، يا اما تكون بتسخن الجدار من ايه؟ من بره. طب يا سلام ازاي اسخن الجدار من جوه؟ قال لك تسخن الجدار من جوه اللي انت تمرر من جوه هنا ميه سخنه. لو انا مررت هنا ميه
ماشي بالجوه بقى في اتجاه الاندكس المنطقه. لو انا حبيت اجيب الديكيوبيتي فبلاقي ان الديكيوبيتي بتساوي ايه بقى؟ قال لك بتساوي ستيك كبيره من الاستصغر على الطريق الكبير عبر الصغر على 2 باي كي في. ركز معايا. مين يفهم ايه الديكيوبيتي؟ قال لك الديكيوبيتي هو الهيت ترانسفير ريت عزفر. يعني ايه الهيت ترانسفير ريت؟ يعني كام جول هيت هياخد في الثانيه الواحده. سامع الكلام ده؟ أو كام جول هيت هيخش في الثانية الواحدة مع الحسب انت بتسخن من جوه بتسخن منين؟ من بره. فالديكيوبيتي ده كام جول هيت هيخرج في الثانية الواحدة أو كام جول هيت هيدخل في الثانية الواحدة. الديكيوبيتي ده كام جول هيت هيخرج في الثانية أو يدخل في الإيه؟ في الثانية الواحدة. لو أنا زي ما قال لك ستة كبيرة ولا ستة صغيرة؟ على لاين باي كبيرة على لاين صغيرة على طول باي كبيرة في مين؟ لو سمحت. أنا المردود الريدس، الريدس الداخلي والريدس الخارجي، الريدس والأوتر ريدس، فيها مشكلة؟ ريدس في الجزء الداخلي وريدس في الجزء الخارجي. والكي بتاعت المادة الصلبة اللي هنا، الكي اللي هي الفورمال كوندكتيفيتي كوفيشنت بتاعت المادة اللي هي السوليد اللي موجودة هنا. والـ طول الجدار، الـ طول الجدار. طب ركز بقى معايا. الـ 2 باي كي في اللي تبقى تطلعها فين؟ فوق بتطلع من المنظر، يبقى الكلام ده برضه صح وده برضه كمان إيه؟ ركز معايا. ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين الروت والسنتريكال روت؟ ايه الفرق ما بين الروت والرزنة؟ استنى الرزنة انا ممكن في الامتحان الرزنة ممكن في الامتحان اشتغل اقول لك ايه؟ سلندريكال روت. ما تتخافش انا مش هشتغل انا مش هشتغل انا هريحك سبورت يعني في ساعة زمان كنا نشتغل طب اقول لك ايه؟ سلندريكال روت هو رد لا هو رد ولا سليم على حسب حاجة بالنسبة لي هو رد هو هنا الرد ده بص مرديس الرد مصمت أنا ممكن ركز معايا أنا ممكن ركز معايا بس أنا مش هعملها انا مش عارف بس انا ممكن اتكلم كعادي يعني انا ممكن اجيب لك الرد ده مدور في المنظر ده فاجيب لك الرد ده كده كده بس وساعتها هتعتبر الرد مسترنتريكال الرد طب هات رد عليا ايه الفرق ازاي اميز ما بين الرد والسترنتريكال الرد الله عليك تقدر تعمل كده على حسب مدارك الصحيح على حسب انا بسخن ازاي يا جماعه انا صح على حسب الحراره والهيت ماشيه ازاي لو الهيت ماشيه كده لو الحراره ماشيه كده او كده ده رد يعني لو بتسخن من الناحيه دي او بتسخن من الناحيه الثانيه يعني كده لو الحراره ماشيه يمين او شمال لو الحراره ماشيه يمين او شمال فده على ايه؟ رد اما سرنت كمان السلندر كمان ركز معايا السلندر كمان الحاره تبقى ماشيه زي السلندر كمان لا الحاره تبقى ماشيه زي تبقى ماشيه في اتجاه نصف القطر الحاره تبقى ماشيه كده السلندر كمان الحاره تبقى ماشيه كده في اتجاه نصف القطر ماشيه كده ماشيه في اتجاه نصف القطر يا من جوه لبره يا من جوه لجوه فالحاره تبقى ماشيه يا اما مسخن من جوه يا اما يكون مسخن من هنا يا اما يكون مسخن من هنا طب لو سمحت كان مجوف والحرارة والهواء كنت مسخن من الناحية دي. لو كان مجوف ومسخن من الناحية دي، أنا مسخن من الناحية دي. لو أنا مسخن من الناحية دي، والتمبريتشر ستي 1 1 ستي 2 والحرارة تبقى ماشية هنا في المادة الصلبة دي. ماشية في المادة الصلبة دي. لو حبيت أجيب التكيو دي، هجيبها بس الويب كارد ده. سيتا 1 ما فيهاش مشكلة. وسيتا 2 ما فيهاش مشكلة. واللي ما فيهاش مشكلة يعني بالنسبة لي بدري. والكيك بتاعت المادة الصورة دي ما فيهاش مشكلة، طب ايه حاجة بين هنا؟ يبقى انا مش هتفرق مساحة عملية، لو حاجة مش كده ازاي هتقول مساحة عملية؟ هتقول مساحة الدائرة الكبيرة؟ ناقص ناقص الاريا بتاعت السيركل اللي هي الصغيرة اللي هتبقى باي ار 2 سكوير ماينس باي ار 1 سكوير، ساعة الكلام ده؟ تبقى باي ار 2 سكوير ماينس باي ار 1 سكوير. بس انا مش هجيب لك الحتة دي، يبقى عارف ايه الفرق ما بين الرد والسلندر كنترول؟ بيقول ايه الفرق ما بين الرد والسلندر كنترول؟ الرد الحاجة تبقى ماشية يا يمين يا شمال.
4 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
Çankırı'da? Peki. Ne? Kadın kolonyet. Ana başı ki o ahir bas, rakı zagemiz. Ahir ki o ahir bas ve kolonyet. O bas ve kolonyet. Fela ahir ki teşeğe doğru. Ben de kolonyet ve kolonyet. Tabi azmaz. Bu olan zor, kolonyet. Ben zor okul ebi. Kolonyet ayın yalanı kredi. Kolonyet boyunca kolonyet ayı. Resistance ve mantıda. O kolonyet. İsmağa. Resistance ismağa. وماشي هنا قرن طيارة بالإصبع نتيجة إن فيه بوتنشال ديفرنس نتيجة إن فيه فرق بعد اسمه فيه فبتلاقي إن الأر بيساوي في عبر ففي واحد بص للقانون ده وبص للقانون ديت فلقى إن فيه تشابه أعتقد واضح التشابه راجل نباعي أخد باله إن فيه تشابه ما بين القانون ده والقانون دي كلها أنا صح فين التشابه؟ قال لك التشابه في الايه دي؟ لا ان الكرنت عامل زي التكيوريتي خلي بالك انا ما قلتش ان الكرنت ايكوال يساوي التكيوريتي مش كده ما ينفعش بالابعاد اللي انت درستها ما ينفعش بالابعاد اللي انت درستها ان الامبير يساوي الشوت بس سكند اللي هو الوات ينفع الامبير يساوي الوات فلو قلتش ان الكرنت ايكوال او يساوي الدي كيو باي دي انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك لقينا ان الكرنت عامل زي الدي كيو باي دي طب لو سمحت عامل زي الدي كيو باي دي في ايه؟ قال لك لقيناه عامل زي ان لو الكرنت هنا دخل 1 امبير لو دخل 1 امبير بيطلع من الناحيه الثانيه كام؟ 1 امبير يعني التيار ثابت زي ما بيخش ها زي ما بيطلع طب نفس الكلام الدي كيو باي دي زيرو لو انا عندي قديم دخل ميجر في الثانية، بيطلع الناحية الثانية كام؟ ميجر في الثانية، يبقى لازم إن الكرنت عامل زي التكيوريتي، عامل زي في إيه؟ إن التيار بيفضل ثابت والتكيوريتي بيفضل إيه؟ ثابت. التيار لو فضل 1 أمبير يطلع من المقاطع 1 أمبير، نفس الكلام التكيوريتي، لو دخل من المقدار 100 جول في السكند أو 200 جول في السكند يطلع الناحية الثانية 200 جول في السكند. يبقى التيار والتكيوريتي الاثنين ده بعض منهم ثابتين زي ما بيخش زي ما بيطلع ولكن ان البوتنشال ديفرنس لا ان البوتنشال ديفرنس عامل زي التمبريتشر ديفرنس خلي بالك انا ما قلتش ان البوتنشال ديفرنس ايكوال التمبريتشر ديفرنس ما هو ما ينفعش الفولت اللي انت درست بالابعاد ما ينفعش الفولت ما ده الفولت يساوي سلسة او كده ما ينفعش الفولت ايكوال سلسة او كده اما انا بقول ايه انا بقول ان البوتنشال ديفرنس عامل زي التمبريتشر ديفرنس ده لو سمحت عامل زي في ايه عامل زي هو اللي بيخلي الكرنت يمشي ايه اللي بيخلي الكرنت يمشي البوتنشال ديفرنس فرق جوه يعني لو مفيش بوتنشال ديفرنس مفيش فرق جوه التيار مش هيمشي طب ايه اللي بيخلي الهيت تنتقل اللي بيخلي الهيت تنتقل لازم يكون في طرف سخن وطرف ايه؟ ما لو انا سخنت الجسم كله مش عايز ليه ترانسفير عشان عايز ليه ترانسفير لازم يكون في طرف سخن وطرف ايه؟ يعني لازم يكون في تمبريتشر ديفرنس يبقى ايه ان البوتنشال ديفرنس عامل زي التمبريتشر ديفرنس عامل زيه في ايه؟ ان اللي بيخلي الكرنت يمر هو البوتنشال ديفرنس واللي بيخلي الهيت تنتقل هو التمبريتشر ديفرنس طب استنى بقى لما يكون الاي عامل زي التكيوريتي والفي عامل زي التمبريتشر ديفرنس يبقى اكيد اللي تحت ده اللي تحت ده عامل زي مين؟ عامل زي الار يبقى اكيد ده عامل زي الار ونفس الكلام ده عامل زي مين؟ زي الار ده عامل زي الار نفس الكلام ده عامل زي مين؟ زي الار صح الكلام ده؟ خلي بالك دي بيسموها thermal resistance بتاعت الروت ودي بيسموها thermal resistance بتاعت ثريد الكرار ودي بيسموها thermal resistance بتاعت السفيريكال روت طب صح امتى اشتغل بالمقاومات؟ امتى اشتغل بالريزيستنس؟ ركز معايا الريزيستنس مش هشتغل بيها خالص الا في حاله واحده ايه الحاله دي؟ لو انا جيت في الامتحان جبت لك اكتر من كده جبت لك ايه؟ اكتر من كده مش سامع جبت لك ايه؟ اكتر من كده مش سامع جبت لك اكتر من ايه؟
يعني قلت لك قطارين ثلاثة أكثر من دولار. أول ما جاب لك أكثر من دولار على طول تفكيرك يروح ناحية الريزيستنس، ناحية المقاومة. خلي بالك لما جاب لك أكثر من دولار كلهم هيكونوا نفس النوع بس ماتيريال مختلفة. حد فاهم حاجة؟ يعني إيه كلهم نفس النوع بس ماتيريال مختلفة؟ يعني يا إما يكون كلهم رد يا إما يكون كلهم فريند كارون يا إما يكون كلهم سفير كارون. يعني ما ينفعش أجيب لك إيه؟ رد بعد كده سفير كارون ما ينفعش. هجيب لك كلهم نفس النوع بس ماتيريال إيه؟ مختلفة. يعني لو أنا جيت في الامتحان جبت لك رد بالمنطق ده وانت جاي جايب لك رد تاني بالمنطق ده وانت جاي جايب لك رد تاني بالمنطق ده وبقول لك ان الرد الاغلب اللي انت بتاعه اللي هو وديها لك والماتيريال بتاعته اسمها كيمون وديها لك والرد التاني اللي انت بتاعه اللي هو وديه لك والماتيريال بتاعته كي 2 وديها لك. وخلي بالك لازم يكون الماتيريال ايه؟ مختلفه. ما لو كلهم من نفس الماتيريال هيبقى رد ايه؟ واحد مش هيبقى 3 نوتس. هو ليه بقى 3 نوتس عشان تقول الماتيريال ايه؟ مختلفه. لكن لو كان الماتيريال واحد هيبقى رد ايه؟ واحد. المهم والرد التاني ده اللي انت بتاعه هسموه لك ال 3 واديه لك ومصنوع الماتيريال اسمها كي 3 واديه لك. وهفترض مثلا ان التمبريتشر هنا 6 واط. وهفترض ان التمبريتشر هنا 6 واط. وهفترض ان التمبريتشر هنا 6 سي. وهفترض ان التمبريتشر في الاخر خالص 6 سي. بكون مديك اي 2 تمبريتشر 6 1 و 6 3 او اديك 6 1 و 6 2 او اديك اي حاجه. وانا عايز اكون مديك 6 1 كام؟ ومديك 6 3 كام؟ وده اقول لك ايه؟ اقول لك الهيت ترانسفير ريت. وحطك الاريا. وخلي بالك الاريا هنا هتبقى زي هنا زي هنا زي هنا. لازم الاريا تكون كلها زي ايه؟ زي بعض. لازم الاريا كلها تكون زي ايه؟ زي بعض. اديك الاريا بتاعت واحده وهيبقى كلهم زي ايه؟ زي بعض. وانا خدت الهيت ترانسفير اديك الاريا خلاص الاريا من ديالك. مديك الاريا؟ وانا خدت الهيت ترانسفير. عندي كم قطار؟ ثلاث قطار. مديك 6 1 ومديك 6 3 ومديك كي 1 وكي 1 وكي 2 وكي 2 وكي 3 وكي 3 وكي 3 هتبقى كلهم زي ايه؟ زي بعض. افضل طريقه للحل عايز اجيب الديكريمنت هنا وليه ترانسفير؟ تجيبها من 6 1 افضل طريقه للحل ان انا اشتغل بالمقاومات. انا قلت لك امتى اشتغل بالمقاومات؟ اشتغل بالمقاومات لما يكون عندك اكتر من قطار. كان عندي كم قطار؟ ثلاثه واشتغل بالمقاومات. إذا اشتغل المقاومات هتشيل كل الجدار وحط جدار المقاومة. فهتشيل الجدار الأولاني وحط جدار المقاومة. وشيل الجدار التاني وحط جدار المقاومة. وشيل الجدار التاني وحط جدار المقاومة. الجدار الأولاني هسميه مقاومات أرض القرمان. أو ممكن تسميها أرواب براحتك. الجدار التاني هتسميه مقاومة تحت أرض القرمان إيه؟ الجدار التاني سميه ار تكمل ايه؟ وفاهم التمبريتشر؟ سؤال هحط فين 6 1 هحط فين 6 1 في الاول خالص. هحط فين 6 2 رد عليا هحط فين 6 2 ما بين ار تكمل ايه؟ هحط فين 6 3 هنا هحط فين 6 4 في الاول خالص. والديك الماجيكي هعمله سبب مثاليه طيبه. اديك يوم دي هعمل سهم زي الطريق. طب سؤال شاوي هعمله يمين ولا هعمله شمال؟ كده يعني هعمله 6 1 6 4 ولا 6 4 6 1 6 1 6 4 ده الفرق بالسهم ايه؟ كبير. الفرق بالسهم ايه؟ كبير. فتبقى عامل اديك يوم كده زي ده اديك يوم دي. وخلي بالك اديك يوم دي عامل زي الطيار. عامل زي ايه؟ سافر. يعني ساكت يعني الديكريتين هيطلع من الجدار الاول الاولاني هيخش في الجدار الثاني. الحاره دخلت هنا خرجت هتروح فين؟ هتروح الجدار ده خرجت هتخش هنا هتلاقي الديكريتين تفضل ايه؟ فركز الديكريتين عامل زي
مين يشوف في الثانيه حيتحكم؟ حيروح فين؟ يخش في الثالث. داخل مين يشوف في الثانيه حيتحكم؟ خارج حيروح فين؟ حيبدا الدبلوماسي يركز في الكلام. الدبلوماسي حيبدا الثاني حتى لو اختلفت الباتريه. وعشان كده هو لما يجي يقول لك هات لي الدبلوماسي مش عارف فني فني بتوعك. ما هو الدبلوماسي في الجدار الاولاني ها هي نفسها الدبلوماسي في الجدار الثاني هي نفسها الدبلوماسي في الجدار الثاني. صعب الكلام ده؟ فالدبلوماسي تقدر ايه؟ تاخده. فانا معمول سهم زي انت قلت المنطق. بعد ما عملت الكلام ده تعمل ايه؟ تبدا تحسب ار ثيرمال 1 كام؟ وتبدا تحسب ار ثيرمال 2 كام؟ وتبدا تحسب ار ثيرمال 3 كام؟ ازاي احسب ار ثيرمال 1 وار ثيرمال 2 وار ثيرمال 3؟ تشوف القطار اللي انا مديهولك ده. الراندل ده برد ولا ترند كمان ولا سبيريكال ويف؟ برد. الجرام والميل ده ايه؟ برد. فاستخدم الار ثيرمال بتاعت الرد. طب لو سمحت هي الار ثيرمال بتاعت الرد انا قوي الرد على الار ثيرمال بتاعت الرد انا قوي منها. الا على كيفي يبقى الار ثيرمال بتاعت الرد هو القانون ده. هو ده القانون بتاع الايه؟ الرد. ده الار ثيرمال بتاع الرد. فانت ليه بتستخدم القانون ده؟ فتعالى نشوف ازاي هنستخدمه. هتجيب ار ثيرمال 1 ركز معايا ار ثيرمال 1 هتبقى ال 1 مع كي 1 كي 1 ال 1 عندي ولا مش عندي؟ والكي 1 عندك والاريا 1 هي الاريا كلها ايه؟ ثابته. عاوز اجيب ار ثيرمال 1 الاقي ترجع بيعمل ايه كده؟ او غلط. ما دي مش او دي مش مقاومه دي زي المقاومه دي زي المقاومه. طب لو سمحت ايه الوحده بتاعت الثيرمال ريزيستنس؟ ايه الوحده بتاعت الثيرمال ريزيستنس؟ قال لك الوحده تجيبها من هنا. ايه الوحده بتاعت الترم ده؟ جول ثانيه جول على السكند. ده وحدته جول على السكند اللي هو الوقت. ده وحدته وقت. ده وحدته وقت. طب وده وحدته ايه؟ كلفن او سويس سكتين صح. ده وحدته ايه؟ كلفن او سويس سكتين صح. فده وحدته كلفن او سويس سكتين كلفن. طلع ده بقى ونزل ده. طلع ده فوق ونزل ده. يبقى ده وحدته كلفن على كلفن على وطلع ده ونزل ده. يبقى الار ثيرمال دي وحدته ده على ده. يبقى ده وحدته ده وحدته عباره عن ده وحدته على ده. في مشكله؟ يبقى كلفن على ايه؟ صح؟ يبقى الار ثيرمال دي خلي بالك وحدتها مش او دي وحدتها ايه؟ كلفن على ايه؟ كلفن على بنفس الطريقه هنجيب مين هنا؟ ار ثيرمال ايه؟ 2 وبنفس الطريقه هنجيب ار ثيرمال ايه؟ 3. فيها مشكله؟ طب يا ابونا ركز معايا. بعد ما جبت ار ثيرمال 1 جبت ار ثيرمال 2 جبت ار ثيرمال 3 وانا مديك في المساله ركز معايا مديك في المساله 6 كام و 6 كام؟ 6 و 6 كام وكام ها؟ 1 و 6 6 و 6 3. بص عشان تجيب التيكيو دي بجيبها زي ركز كده يا ابني. التيكيو دي كانت بكذا قانون. تقدر تقول ان التيكيو دي عباره عن التيكيو دي عباره عن سيتا 1 معنى سيتا 2 على سيتا 1. اقدر اقول ان التيكيو دي سيتا 2 معنى سيتا 3 على سيتا 2. اقدر اقول ان التيكيو دي هتعتمد على ايه؟ التيكيو دي بتساوي سيتا 3 معنى سيتا 4 على الأرض المتري. أراد أن سيتا 1 سيتا 3 على الأرض المتري. أراد أن سيتا 1 سيتا 2 سيتا 4 على الأرض المتري. أراد أن سيتا 1 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 سيتا كلهم صح. طب انا مركز معايا بقى. انا قلت كام قانون دلوقتي؟ قلت كام قانون يديك لبوليتي؟ أربعة بس غير قلت كام قانون يديك لبوليتي؟ ستة. ستة هو من الاستدراك يبقى دي واحد. ستة هو من الاستدراك ده اثنين. ستة 3 من الستة 4 على عارف كام هو 3
سيتا 1 ماينس سيتا 3 على الارث المربع ادي كده 4 سيتا 2 ماينس سيتا 4 على الارث المربع ادي 5 سيتا 1 ماينس سيتا 4 على كلهم ادي كده كام 6 دول كام قانون 6 كلهم صح بس مفيش غير قانون واحد بس هو اللي ينفع مين القانون اللي ينفع مين القانون اللي ينفع سيتا 1 ماينس سيتا 3 على الارث المربع وقالت لك التمبريتشر هنا والمسافه دي بتدي
اشتغل اشتغل اللي فات عليه. طيب
يعني سلمني. آه سيرمان وان مين يبالي؟ لين. آه سيرمان وان. لين. لين. R2. R2 على R1. R2 على R1. على R1. على 2 باي K1 L1. وبالمناسبة لما يجيب لك كذا مدرس تاني تبقى ايه الاولانيه قد ايه الثانيه كلهم بيبقى قد ايه قد بعض في الايه. طب ارسل ما تو ارسل ما تو ارسل ما تو ليه مين مين ليه مين ها؟ ليه مين ها؟ ليه مين؟ ار 3 ار 3 على ار 2 ليه ار 3 على ار 2 على 2 باي كي في ال 2 صعب الكلام ده؟ في حاجه صعبه؟ نفس الكلام عندي بجوار كرم شو ده كم بجوار بس؟ اثنين كم بجوار؟ اثنين بجوار 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 اخر حاجه عايز انبهك عليها ساعات في الامتحان يغفل مش انا مش هغفل عليك يعني ساعات الامتحان يغفل تديك الاول يقول لك الاول بخمسه سنتي ويقول لك الاول بخمسه سنتي المسافه بين يقول لك الجدار ده السكنس بتاعه السوك بتاعه السكنس بتاعه ب 3 سنتي والتانية دي السكنس بتاعها ب 7 سنتي يبقى ده كده الرول ب 5 سنتي وداك السكنس الاولاني السكنس ده ب 3 والسكنس ده ب 7 هو ده كده الرول اقدر اجيب مين انا ار 2 واقدر اجيب مين ار 3 طب رد معايا ار 2 بكام ار 2 كام ار 2 يا 5 سنتي دي زائد 3 اللي هي دي كلها تبقى 2 يا 5 سنتي زائد السوق 3 اللي هي 8 سنتي طب الار 3 الار 3 اللي هي كل دي كويس الار 3 بقى ناخد الار 1 اللي هي 5 زائد السوق الاولاني زائد السوق الايه؟ الثاني هتبقى 5 زائد 3 زائد 7 تبقى 15 حد مش عارف الحته دي؟ صعبه؟ كده انا خلاص خلصت الكونفكشن وكل الافكار وكل حاجه انا هاخد الكونفكشن طبعا خلص الكونفكشن انا كده خلاص خلصت المره الجايه ان شاء الله هناخد الروتيشن وبعد كده ناخد مسائل على ايه؟ على الشابتر ايه؟ كله المره الجايه ان شاء الله